نفاق ولا حتى حاجه، خصهم الاعدام لا الزياده ولا نقصان، الاعدام. العقوبه اللي خاصها تتخاذ في نظري هو المؤبد، لحقاش سميتو باش يقتلوه الاعدام صعيب شي شويه فهمتي، ولكن حتى هو يستاهل الاعدام وكاين حشومه. بالنسبه للجريمه اللي وقعت في القريه على حساب داك الشخص، كنتمنى يعطيو اقصى العقوبات للمجرمين، لان بالنسبه مؤخرا ولات في مدينه السلا كثرت الجريمه. خص الامن بعد غياب الامن، غياب الامن خصهم يحاولوا يديروا تشديد العقوبات للمجرمين باش يولي المجتمع امين، ويولي بنادم يلقى الحريه ديالو في الشارع. هاد المجرمين هادو خصهم الاعدام، الاعدام باش يكونوا عبره لواحد اخر، ما يبقوش يكثروا في الشباب هكذاك. هادشي بزاف كثير هنا في المغرب، هادشي كثر بزاف كثر بزاف بلا قياس، ولينا كنخرجوا ولينا كنخافوا من جنابنا بزاف. هادشي كثير، هادو خصهم الاعدام باش يبقاو عبره لواحد اخر. انا في نظري خاص الحبس، وخاصو الحبس مؤبد، لان يعني اصلا الاعدام ما عندناش في المغرب، يعني ما يمكنليناش حنا نقترحوا عليهم شي حاجه اللي ما كايناش، وخاص هادشي يتزير شي شويه فهمتي، ما خاصش داكشي يبقى بحال دابا، خاص يوليو دوريات خاصه في السله وفاس، المدن اللي في المغرب اللي فيها الاجرام طالع. العقوبه اللي خصو ياخذ المجرم هي المؤبد، من ارتكب جريمه وديجا هو قال يعني ماشي يخافش من المخزن، يعني الا تلقاوه ولا حكموا عليه بمده معينه يقدر يعاود نفس الجرائم، ويقدر يرتكب اكثر من هذا الشيء هذا، لان المرحوم الله يرحمه شهر وديك العداوه بيناتهم، وديجا الديكلاراسيون عند البوليس وما داروا والو، يعني نعاود تلقوه عاوتاني يقدر يرتكب نفس الجريمه. كنظن ان جريمه القتل ما عندهاش شي عقوبه من غير انه يتقتل، كما كيقولوا لي العقوبه، يعني داك باش داك السيد اللي قتلتي به ديك الحاله ولا داك الموت كما كان بديك الطريقه، يعني خصك انت تموت بديك الطريقه، يعني انا هذا هو الحل اللي كيبان لي زوين، لحقاش كون كان اي واحد كيوقع عليه نفس كما كيدير الانسان الاخر، كيادي انسان وكيوقع عليه نفس الحاجه غادي يحس، ولا لو وقع عليه لخوه ولا وقع عليه الصديق ديالو غادي يحس به، وانه غادي وهكذا تقدر تنقص بزاف الجرائم في المغرب، يعني كل واحد كيتعاقب بالعقوبه اللي دار. تاخذ في حق ديالهم عقوبه صارمه من طرف السلطات، من طرف الامن ديالنا، باش يكون يحاولوا يكون عبره لواحد اخرين، باش ما يجيوش واحد اخرين عاوتاني ويجيو يديروا نفس العقوبه، باش يكونوا عبره لهذوك اللي جايين من بعد. الا فرضنا نديروا عقوبه الاعدام، عقوبه الاعدام ماشي حل يعني حل في المستوى، يعني يكون عبره النفس ديالهم وعبره للاخرين، شي عقوبه اللي تخليهم يحسوا بالذنب ديال الاخر، باش يكونوا يحاولوا على الاقل حتى ترجع الروح ديالهم يحس بالذنب ديالو، باش يحاول ينصح واحد اخر ما يديرش نفس الجريمه ديالو.